طلابي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بالدرس من دروس مراجعة القواعد للصف الخامس الابتدائي. حبايبي الحلوين، مثل ما عرفنا احنا الدرس القبله، المراجعة اللي كانت عندنا بالدرس السابق، تعرفنا وراجعنا أقسام الفعل، وقلنا الفعل يقسم إلى ثلاثة أقسام: الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر، وتعرفنا على كل واحد عربناه وشفنا الحركات ماله وكيف يأتي وشلون نقدر احنا نحول من الفعل الماضي، شلون نحوله الى مضارع والى فعل امر. اليوم حبايبي موضوعنا هو الفاعل. الفاعل يعني ما راح ابدي لكم رأسا اقول لكم القاعدة ماله، راح اشرح لكم بالبداية، واحنا راح نطلع من الشرح نستنتج التعريف مال الفاعل. راح اكتب لكم هنا جملة سهلة وبسيطة: كتب. كتب هذا شنو الفعل؟ هذا فعل اول شيء له اسم، نعم انه فعل. زين، كتب حركته فتحة، وهو كتب يعني بيا زمن كتب، الزمن الماضي، اذا هو شنو؟ فعل ماضي. كتب. الطالب. كتب الطالب. ماذا كتب؟ كتب الدرس. الدرس. كتب الطالب الدرس. هذه جملة فعلية بدأت بفعل. جملة فعلية بدأت بفعل. عندنا كتب فعل ماضي. زين، كتب الطالب الدرس. من الذي قام بالكتابة؟ من الذي قام بكتابة الدرس؟ نعم، الفاعل اللي هو هذا الطالب. الطالب. الطالب هو الذي قام بكتابة الدرس. زين، نجي على جملة ثانية مثلا: يحفظ. يحفظ محمد الدرس، أو يحفظ محمد القصيدة. القصيدة. زين، يحفظ، بديناها بيحفظ. يحفظ ما هو؟ هل هو اسم أم فعل؟ هو فعل، نعم هو فعل. زين، يحفظ فعل ماذا؟ فعل ماضي أم مضارع أم أمر؟ يحفظ مبوع على الحركة، الحركة في نهاية الفعل. ما هي؟ هل هي ضمة أم فتحة؟ ضمة. إذا كانت، إذا جاءت الضمة في نهاية الفعل وبدأناها بياء، يحفظ بديناها بياء أو تاء أو ألف أو نون مع الأنيتو، تتذكرون هذا هو فعل مضارع. هو شنو؟ فعل مضارع. زين، هذا فعل. يحفظ محمد الدرس. محمد اسم أم فعل؟ محمد اسم. القصيدة أيضا اسم. زين، من الذي يحفظ القصيدة؟ هسه راح نطلع ونستنتج الفاعل. من الذي يحفظ القصيدة؟ محمد. نعم، محمد هو الذي يحفظ القصيدة. إذا محمد هو الفاعل. من الذي يحفظ القصيدة؟ محمد. إذا محمد هو الفاعل، هو الذي قام بالفعل. إذا نستنتج من هذا، نجي على مثال ثاني، خلينا نسوي على صيغة المؤنث. مثلا: نجحت. نجحت الطالبة في الامتحان. زين، نجحت. نجحت، هسه نجي بعدين ناخذها. نجح فعل ام اسم؟ نجح فعل. زين، من الذي نجح في الامتحان؟ من الذي نجح في الامتحان؟ الطالبة. الطالبة اسم ام فعل؟ اسم. اذا الطالبة هي التي نجحت في الامتحان. إذا الطالبة هي الفاعل. نستنتج من هذا كله: الطالب محمد، الطالبة هو شنو هو؟ هل هو اسم أم فعل؟ هو اسم. إذا الفاعل، الفاعل تعريفه هو اسم، هو مو فعل. هو شنو؟ هو اسم. ماذا؟ طالب محمد. الطالبة إذن هو اسم شنو؟ مرفوع. نعم، هو اسم
مرفوع، اسم مرفوع، تقدمه فعل، يعني اجى قبله فعل، تقدمه فعل، تقدمه فعل. طبعا فعل ده سواء كان في الماضي او مضارع، المهم تقدمه فعل. زين، وهو الذي يدل على من قام بالفعل ويدل على الذي فعل الفعل، هو اللي يدل على من قام بالفعل او من الذي فعل الفعل. طبعا الاسم سواء كان اسم انسان، اسم مؤنث يعني مذكر مؤنث، اسم نبات، اسم جماد، اسم مدينة، المهم هو يكون اسم ودائما يكون مرفوع، دائما مرفوع. فإذا الفاعل هو اسم مرفوع تقدمه فعل ويدل على الذي فعل الفعل، يدل على الذي فعل الفعل. هسه نجي ناخذ بعد أمثلة حتى ترسخ بدماغكم أو يترسخ بدماغكم موضوع الفاعل. أحبائي الطلاب، حضرت لكم بعض من الجمل اللي تحتوي على فعل مضارع أو فعل ماضي وفعل أمر. عندنا إذن القاعدة اللي قبل شوية قلناها، ما هو الفعل؟ ما هو الفاعل؟ الفاعل هو اسم مرفوع تقدمه فعل، يعني إجا قبل فعل ودل على الذي قام بالفعل، مثل ما قلنا قبل شوية. نجي هسه نشوف هنا، لما أقولكم هنا استخرجوا لي الفاعل. فاز، ما هو فاز؟ هل هو اسم فعل؟ فاز هو فعل، فعل ماذا؟ لأنه هو عندنا في آخره فتحة، إذا هو فعل ماضي مبني على الفتح. زين، نجي على الكلمة التي بعدها اللي هي اللاعب. من الذي فاز بالمباراة؟ اللاعب. إذا اللاعب هل هو اسم أم فعل؟ هو اسم، إذا اسم مرفوع، معناها شنو هذا؟ فاعل. هذا شنو؟ فاعل. فاز اللاعب بالمباراة، مثل ما هنا شرب الطفل الحليب. من الذي شرب الحليب؟ الطفل. الطفل هو الاسم المرفوع الذي هو يعني نعتبره احنا الفاعل، الاسم الفاعل، هو الذي شرب الحليب. زين، عندنا قاعدة تقول زين ست، إذا أنتم قلتوا لي قلتينا هنا أنا إما يكون مفرد مذكر أو مؤنث أو اسم جماد أو نبات أو أي شيء. طلابي الأعزاء، هنا أنا قلنا اللاعب هو مفرد، الفاعل هو مفرد، اسم مفرد مذكر. زين، إذا كان الفاعل مؤنث، إذا كان الفاعل مؤنث ست، يبقى مثل ما هو الجملة تبقى مثل ما هي؟ لا، تتغير. شلون؟ يعني إذا كان الفاعل مؤنث يجب أن نؤنث الفعل. يعني شلون نؤنث الفعل ست؟ مثلا فاز اللاعب بالمباراة، اللاعب ايش راح يصير؟ راح يصير اللاعبة، صحيح؟ اللاعب مذكر واللاعبة اللاعبة، تمام؟ زين، فاز نقدر نحطها هنا رأسا نقول فاز اللاعبة، يصير؟ لا، ما يصير. معناها شو تصير؟ تصير فاز، ونحط التاء اللي هي تاء التأنيث الساكنة، ساكنة يعني شنو؟ في آخرها سكون. فازت اللاعبة بالمباراة، هاي تنزل مثل ما هي. زين، إذا تغير اللاعب وصارت لاعبة، إذا هذا الفاعل أصبح مؤنث. شو تغير بالفعل هنا؟ انضافت لها تاء تأنيث الساكنة. إذا كان الفعل هو فعل ماضي، إذا كان الفعل فعل ماضي تضاف تاء تأنيث ساكنة في نهاية الفعل حتى ترهم وياها، صير فاز، صير فازت. نجي على مثال ثاني، شرب الطفل الحليب. زين، أنا أريد أنثها، الطفل ايش راح يصير؟ تصير الطفلة، الطفلة، أذنثناها سويناها مؤنثة، الطفلة. زين، يصير أنزل رأسا شرب الطفلة الحليب؟ لا، ما يصير. زين، ايش راح يصير؟ راح يصير شرب، نفس الحركة، شوفوا تبقى نفس الحركة، بس شو نضيف لها؟ تاء التأنيث الساكنة. شنو يعني ساكنة؟ قلنا في نهايتها سكون. تاء تأنيث ساكنة تدل على أنه هذه هي تاء المؤنثة. شربت الطفلة الحليبة، الحليبة. هاي إذا كان الفعل
فعل ماضي تضاف تاء تأنيث ساكنة في نهاية الفعل. لهنا زين أتوقع أنه فاهمين. نجي لو كان الفعل فعل مضارع ينجح التلميذ المجد. التلميذ هنا ايش راح اسويها؟ هذا هو الفاعل، راح اسويه مؤنث. شو تصير؟ التلميذة، تمام؟ راح نأنثه، شو تصير؟ التلميذة. طبعا هنا انا همينه زين، هل اقدر احط هنا ينجح التلميذة المجد؟ ترها يضحكون علينا. زين ايش راح تصير؟ تصير تضاف تاء في بداية الفعل المضارع، يعني شو تصير ينجحوا؟ بدل ما تصير ينجحوا تصير تنجحوا. تنجحوا، ايش ضفنا؟ ضفنا تاء في بداية الفعل المضارع، تنجح التلميذة المجدة. ما يصير المجد، المجدة في الامتحان مثلا. تنجحوا، إذا ضفنا تاء في بداية الفعل المضارع. هنا الفعل المضارع حطينا تاء في البداية، هنا هذا التاء في بداية الفعل المضارع. زين هنا يعبد المؤمن الله، يعبد المؤمن ايش راح تصير هنا؟ المؤمن اللي هي فاعل، زين والفعل هو مضارع. زين انا شو اسوي؟ المؤمن راح تصير المؤمنة، المؤمنة يعني الفاعل هو مؤنث. زين هل اقدر احط راسا يعبد المؤمنة؟ ما تصير. شو اضيف لها؟ القاعدة تقول تضاف تاء في بداية الفعل المضارع، يعني نقول بدل ما يعبد تصير تعبد، تعبد. حطينا التاء اللي هي هاي تخص الفعل المضارع لانه تخص المؤنث. تعبد المؤمنة الله، الله لفظ الجلالة. زين اذا كان الفعل امر، اجلس بهدوء. اجلس، شوفوا نهايته اكو سكون. اجلس بهدوء، ايش راح تصير؟ اجلس راح نضيف الهياء في نهاية الفعل. يعني شلون تصير ست؟ تصير اجلسي، اجلسي، هاي الياء ضفناها، اجلسي بهدوء، بهدوء. ان إذا كان الفعل، نرجع مرة ثانية، إذا كان الفعل ماضي في حالة المؤنث تضاف تاء تأنيث ساكنة في نهاية الفعل الماضي، صير فازت شربت غير. وإذا كان الفعل مضارع نضيف تاء في بداية الفعل المضارع اللي تخص المؤنث. أما إذا كان الفعل أمر نضيف ياء في نهاية الفعل الأمر حتى اللي هي تخص المؤنث. هاي هي قاعدتنا، راح نكتب القاعدة. نقول إذا كان الفاعل مؤنث يجب أن نؤنث الفعل. شلون؟ نضع تاء طويلة ساكنة، تاء طويلة لازم تكون ساكنة، انتبهوا، تاء طويلة ساكنة في آخر الفعل الماضي، وتاء في بداية الفعل المضارع، ويا في آخر الفعل الأمر. طلابي الأعزاء، عندنا أمثلة للإعراب، أمثلة للإعراب. عندنا ينجح المجد، اخضر الزرع، توسعت بغداد، نفسها اللي موجودة في كتابكم، كتاب القواعد الصف الخامس. راح نجي نعرب أول جملة، ينجح المجد. نجي على أول وحدة، ينجح، ينجح اسم لو فعل؟ بس تقولوا لي ست هو فعل. زين الفعل شنو شكله؟ شنو أصله؟ ينجح، بدايته ياء ونهايته ضمة، إذن هو فعل مضارع، مضارع. زين فعل المضارع كيف يعرب؟ فعل مضارع مرفوع لأن هو مدلل، فإحنا الرفعة مرفوع وعلامة رفعه ما هي؟ علامة رفعه تشوفوا بنهاية الكلمة الضمة الظاهرة. يعني شنو ظاهرة؟ يعني مبينة، هي أنا الظاهرة، الضمة الظاهرة على آخره، يعني على آخر الكلمة، على آخره. هيك تعرب حبايبي، هكذا تعرب. فعل مضارع مرفوع، قلنا مرفوع شنو؟ يعني علامته ضمة، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، هي أنا الضمة الظاهرة مبينة على آخره، يعني على آخر الفعل. زين ينجح، من الذي ينجح؟
المجد نعم، المجد اسم لو فعل، المجد اسم زين الاسم ومرفوع وبعدين اجى قبله فعل، ماذا يعرب؟ هو الفاعل. نعم نقول عليه فاعل مرفوع، ايضا شوفوا علامته مرفوع وعلامة رفعه نفسها، علامة رفعه الضمة يعني الضمة الظاهرة على آخره، الضمة الظاهرة على آخره. زين لهنا أعتقد واضح. نجي على اخضر الزرع، اخضر الزرع بديناها بألف علامة فتحة اخضر، إذا المضارع ما لا يخضر، إذا هو شنو اخضر؟ هو شنو من زمان اخضر؟ يعني هو شنو؟ هو اسم لو فعل؟ هو فعل، فعل، فعل ماذا؟ اخضر علامة فتحة، إذا هو فعل ماضي من زمان، اخضر فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح، هكذا يعرب الفعل الماضي، فعل ماضي مبني على الفتح. واحنا دائما نعلم طلابنا شو نقول حتى لا ينسون، فعل ماضي هيك اسوي يعني ماضي مبني يعني بنيناه على الفتحه اللي هي لي فوق، فعل ماضي مبني على الفتح هي يعني الفتح. زين نجي الزرع، الزرع اخضر الزرع، من الذي اخضر؟ الزرع، اذا الذي هو اللي اخضر، اذا معناه هو شنو؟ هو فاعل، لان اجى قبله فعل، هو الفاعل، وش بيد فاعل؟ مرفوع، خلينا شوفوا وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لازم طبعا تتعلمون وتحفظون، تحفظون الكلام، تحفظون شلون تعربون. لهنا أنا كملنا اخضر زرع وكملنا ينجح المجد، نجي على توسعت بغداد. شوفوا توسعت آخر حرف شنو بتوسعت؟ تاء، والتاء شنو هي؟ ساكنة، إذا هاي تاء تأنيث الساكنة، هاي شنو تجي؟ تجي للفعل الماضي لو تجي فعل المضارع لو الأمر؟ لا هي دائما التاء تأنيث الساكنة تلزق وتحب منو؟ تحب الفعل الماضي، تاء تأنيث الساكنة انتبهوا علي دائما تلزق الفعل الماضي، ما تحب الفعل المضارع ولا الأمر وما تجي وياه نهائيا. زين إذا توسعت أصلها هي توسع، توسع زين توسع وعلامتها فتحة، هو هذا شنو؟ فعل لو اسم فعل، وعلامته النهائية عدد التاء، توسع أصلها توسع وحركتها فتحة، إذا هو شنو؟ هو فعل ماضي، شبيه فعل الماضي ايش قلنا؟ مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. زين والتاء هاي لها معرب، زين شنو نعرب هالعد التاء؟ ابد ما ننسى، مو بس نقول توسع وخلاص وها هي، ما كمل الاعراب. التاء هيك نكتب بين قوسين، والتاء ايش بيها التاء؟ تاء التأنيث، التأنيث يعني خاصة بالمؤنث، لأن هي بغداد شنو مؤنثة؟ تاء التأنيث الساكنة، شنو يعني ساكنة؟ يعني مو ساكنة يعني عايشة، لا، الساكنة يعني سكون، تاء التأنيث الساكنة لا محل، لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، شنو يعني؟ يعني هي ساكنة، هي ما بيها أي محل، ما عندها أي محل تقعد به، إذا هي التاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، ها هيج إحنا لازم نعربها، هكذا تعرب، تاء التأنيث الساكنة تلحق فقط بالفعل الماضي، ما تحب لا الفعل المضارع ولا فعل الأمر مزعلتهم. زين، نجي على بغداد، من التي توسعت؟ بغداد، إذا هو هي الفاعل، فاعل إيش بيه الفاعل باعوا؟ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة على آخره، هكذا تعرب هذه الجمل. طلابي الأعزاء، هذه تمارين
أريد من عندكم حبايبي تحلوها. هي عبارة عن 3 تمارين للمراجعة. التمرين الأول: استخرج الفاعل من الجمل الآتية وبين علامة رفعه. أريد شنو الفاعل؟ تأخذون دائما بيدكم قلم وحتى تأشروا لي على المطلوب. نقول استخرج الفاعل، أحط هنا خط تحت الفاعل أو أسوي له دائرة بكيفكم. إذن هو شدي يريد منكم؟ دي يريد من عندكم الفاعل من الجمل الآتية. استخرج الفاعل من الجمل وبين علامة رفعه، يعني شنو هذا المطلب الثاني؟ وبين علامة رفعه يعني الجدول يحتوي على جدول، يعني 2. أول شيء نطلع الفاعل وبعدين نبين علامة رفعه. أول وحدة خطط المهندس المشروعة. 2 تحافظ التلميذة على النظافة. 3 سجل اللاعب هدفا. 4 شاركت هندو في المهرجان. هذا التمرين الأول. نجي على التمرين الثاني، يقول لك أنث. أنث يعني ما معنى أنث؟ يعني اجعله مؤنث، أنث الفاعل. إذا أخلي هنا جوا أنث الفاعل، هذا المطلب الأول، أنث الفاعل يعني اجعله مؤنث للفاعل في الجمل التالية وغير ما يلزم تغييره. طبعا من يصير الفاعل مؤنث من المذكر نحوله للمؤنث راح يتغير هواي أشياء، تتغير أشياء بالفعل وفي أيضا في الفاعل. زين، أول وحدة ينجح المجد في دروسه، راح نغير ينجح المجد في دروسه، وين المجد؟ هذا المجد الفاعل راح نغيره نأنثه نجعله مؤنث، راح تتغير كل الجملة. 2 ألقى الشاعر قصيدة رائعة. 3 زار السائح المتحف. هذا عندنا التمرين الثاني. نجي على التمرين الثالث، أريد إعراب مفصل. اعرب ما يأتي إعرابا مفصلا، يعني شنو مفصلا؟ يعني مثل ما عربت أنا قبل شوية على السبورة، ينام الطفل. ينام شنو إعرابها والطفل شنو إعرابها؟ نجح المجد، نجح المجد. ثالث وحدة أشرقت الشمس، أشرقت الشمس. هاي حبايبي مطلوب من عندكم تحلوها وتدزوا ليها، تاخذوا لي صورة وتدزوها فقط أيام المراجعة العربي، يعني يا إما السبت يا إما الثلاثاء، حتى لا تصير خربطة ويا بقية الدروس.